مجموعة حديد العشر من الشركات اللي تأسست في مصر من حوالي 30 سنة. احنا تقريبا بننتج حوالي 2.5 مليون طن من المنتجات الحديدية بشكل عام، تقريبا حوالي 17 منتج بدءا من اللونج برودكتس، بننتج حوالي 1,500,000، وفي نفس الوقت بننتج زوايا وقطاعات حديدية. مجموعة حديد العشر تتميز بتنوع المنتجات اللي بتنتجها بدءا من حديد التسليح اللي تقريبا بيجي القيمة الأكبر من الطاقة الإنتاجية، وبننتج قطاعات حديدية وكذلك بعض المنتجات الأخرى اللي هي موجودة جزء من صناعة الحديد. شركة رويال برنت للطباعة وصناعة التغليف. نحاول نتوسع بشكل علمي محترم كويس في السوق. شغالين مع سيدبك، سيدي كريل البتروكيماويات، شغالين مع إيسيتكو، شغالين مع بترومين، شغالين مع شركة هيتشسون، شغالين مع الام اس سي. بدأنا نصدر للسعودية، بدأنا تصدير الحمد لله من حوالي 3 سنين لليبيا. شركة ريسايكل لتدوير المخلفات الزراعية، استخدم المخلفات الزراعية بنحولها لخامات أعلاف. خدنا اعتماد من وزارة الزراعة، شغالين على المنتج بقالنا 4 سنين، لسه واخدين اعتماد السنة اللي فاتت. نتائج كويسة وعليه طلب، المنتج بتاعنا بيوفر المية، كل 25 طن احنا بننتجهم بيوفر فدان للزراعة، بنستخدمه في زراعات غير خامات الأعلاف. المصنع هيكون في الغربية على مساحة 6 فدان، التكلفة الاستثمارية للمصنع 100 مليون، إنتاج 50,000 طن سنة. نهاية 25 مع السنة الثانية هيبقى ده طاقة مصنع واحد، هيبقى فيه تكرار للمصنع للنموذج بتاعنا في كل المحافظات. عندنا استهداف ان احنا نستغل 2 مليون طن موجودين في مصر مخلفات زراعية نحولهم لخامات أعلاف. السنة الثانية هتتضاعف، هيبقى 100,000 طن، السنة الثالثة 300,000 طن، السنة الرابعة 600,000 طن.